واحد ولا 100 ولا 1300 ولا انا جمعتكم النهارده عشان مش فاضي بكره. ليه؟ والله في بكره الامتحان بكره. صح. طب هنعمل ايه في الامتحان؟ احنا نقسم المره. نقسم المره؟ حلوه الفكره دي. انا اول ثلاث محاضرات. انا اول محاضره خلاص. تمام. سبتولي انت دول؟ ماشي بس نذاكر. نتقابل بكره في نفس المكان. يلا سلام. سلام يا احمد. انا ممكن اكلم عمر يجي يلعب معايا نص اليوم الاول وافهمه ان انا هذاكر نص اليوم الثاني، واكلم احمد افهمه ان انا هذاكر نص اليوم الاول ويجي يلعب معايا نص اليوم الثاني، وبكده كل واحد يكون ذاكر نص يوم وانا ما ذاكرتش. فكره صايعه يا ميدو والله. ايه يا عمر؟ ايه يا ميدو؟ عامل ايه صح؟ الحمد لله تمام. بدات مذاكره ولا ايه؟ لسه بقول هادي. طب بقول لك ايه، ما تيجي نلعب جيمين كده ونبدا مذاكره على الساعه 6؟ بس احنا امتحاننا بكره يا عم، مش هنلحق كده. يا عم مش مشكلة، هنبدا مذاكرة على الساعة 6 كده لغاية الصبح. انت قصدك نقضي نص اليوم مذاكرة ونص اليوم لعب؟ بالظبط كده، انت ابتديت تفهم. لسه بقى احمد بقى؟ ايه يا احمد عامل ايه؟ بدأت مذاكرة ولا ايه؟ قاعد بذاكر. طب بقول لك ايه؟ هتلحق تخلص المنهج لغاية الساعة 6؟ لا ممكن اخلص نص ساعة. خلاص شد حيلك كده وتعالى على الساعة 6 نكون خلصنا انا وانت المنهج، نبدا نلعب بقى لغاية الصبح. طب عمر؟ عمر بيذاكر يا عم، فكك منه. خلاص قشطة. العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. هنخش كمان جيم ولا ايه؟ لا يا عم، الساعة 6 يا دوب كده نبدا مذاكرة. وقت عدى بسرعة. خلاص ماشي ذاكر. انا هذاكر جامد قوي. انا هقفل بكره. احمد عامل ايه؟ انت شوفت بتذاكر دلوقتي يا ابني؟ لا، ميدو كلمني وقال لي هنذاكر قبل الساعه 6 وبعد الساعه 6 هنلعب. يا ابن اللذينه ده بيغفلنا. بيغفلنا ازاي؟ طب خش دلوقتي عشان ما احسش بكلامك فاهم. حبيب قلبي ذاكرته؟ نورت، تعالى يا رحمة. ذاكرته ولا ايه؟ هنقفل؟ بقول لك ايه، السؤال الاخير. ايه السؤال؟ وحششني يا احمد. بص قدام. خلصت؟ وحششني يا عمر. خلي بقى مش تنفعك.